دعم للوطن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار أيها الأبطال في هذه الحلقة من برنامج حماة الوطن. مرحبا بكم في حماة الوطن. يا حماة الوطن، آمنت بالسادس بالعشرين وبثورة الأحرار في سبتمبر، وكفرت بالواحد بالعشرين، يوم الأذى يوم الردى يوم الخزي والمنكر، هو وصمة العار التي حلت على هذه البلاد وزلة لا تغفر. إنه سبتمبر المجيد. مرحبا بكم في سبتمبر أيها الأحرار أيها السبتمبريون. وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة من ليلة الخميس الموافقة 182 السادس والعشرين من سبتمبر 1962. Thank you.
والتخريج الدورات التاهيليه والتخصصيه. استاذن من فعاليات المشروع وشرح التخت الرمليه. قدم البلاغ قائد المركز اخوي. الاخ الشيخ سلطان بن علي العراده نائب رئيس مجلس القياده الرئاسي. الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة. الإخوة رؤساء الهيئات والدوائر. الإخوة قادة المناطق العسكرية الحاضرون جميعا بمناسبة أعياد 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر يحدث في مركز النصر التدريبي بتخريج دورات تخصصية في مختلف التخصصات القتالية والعسكرية. الآن مع قائد المشروع ليشرح التختة الرملية. بسم الله الرحمن الرحيم. مع السلامة وإيمان قائد اللواء ودراستا وطبعهما وبناء المعلومات الصادرة من المستوى الأعلى والمعلومات الواردة من عناصر الاستطلاع لدينا تبين أن قوات العدو تتكون من سرية متمركزة في حد يمين جبل الرم، حد يسار تبة الرد عند جبل الخارج الأيسر. يمتلك العدو من السلاح عيار 12 سبح في حد يمين جبل الرم، حد يسار تبة الرد والشاش الوسط. قواتنا تتكون قواتنا من كتيبة متمركزة في حد يمين جبل العلم، حد يسار تبة الحرارة عمق جبل الاتصالات. إمكانيتنا من السلاح نمتلك من السلاح يا 14 ونص متمركز لحد يمين جبل العلام وشارع 3 ويا 23 متمركز في حد يسار تبة الحرارة بالإضافة إلى بطارية هامر 82 وحظائر مدافع مباشرة عيار 75 وعيار 10 و57 مستعينا بالله ثم بعزائم الرجال الصادقين ومستفيدا من ضربات الاتفاقية والطيران المسيرة كررت الهجوم على المعسكر واتقوا الرياض المطلة على المعسكر والسيطرة عليها تمويما مباشرة يا جديدة مطور الهجوم الالتفاف من محورين
الولايات حماية الثقة يسدد القناص على you